باب الشوايل والقوطام. موسم فني ودرامي بالتزامن مع شهر رمضان، أو هكذا اعتاد المشاهد اليمني، حيث تحرص القنوات المحلية على التنافس وتقديم خارطة برامجية تنوعت ما بين المسلسلات الفنية والبرامج ذات القالب المسابقاتي أو تلك التي تناقش القضايا الجادة بطرق وأساليب ساخرة مساهمة بصناعة وعي تجاه ما أحدثته الحرب والانقلاب في اليمن. هذه المسلسلات لهذا العام تجسد إلى حد ما كبير معاناة اليمنيين، هي تنطلق من العمق اليمني أكثر مما تنطلق من العمق الخيالي والقصص الدرامية البعيدة ربما البعيدة عن المشاهد، لكن أقول بأنه لقت التفاف واسع وجماهير واسعة في الشارع اليمني لأنها أصلا تعكس حالته ومعاناته، وبالتالي أنا أقول أنها نجحت إلى حد كبير. لم يؤثر الانقلاب وسنوات الحرب على مستوى حياة الناس فقط، بل أسهم في ضرب وسائل الإعلام والعملية الإنتاجية، كما ترك أثرا مباشرا على جودة الأعمال التلفزيونية لأغلب القنوات التي لم تخرج عن الواقع المعاش. المؤسف أنه يكون موسم رمضان هو موسم للدراما، ولا سيما في حالة الحرب التي نعيشها نحن في اليمن. حالة الحرب المفروض أن هناك إعلام حربي يواكب الأحداث، يواكب المستجدات. كان الأمل أنه الجهة الشرعية هي التي تبنى الموضوع، وهناك متفاعلين، لأننا نسمع من الجانب الشرعي من المسؤولين أنه الجانب الإعلامي مهم وأنه لا بد أن تعمل الجانب الإعلامي وهذا 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 وإلى آخره. هذا الكلام كله دفعنا إلى أن احنا نتهور ونقبل بالمبلغ كذا أملا في أنهم سيدعموا. تفاجأنا بالواقع، أن الواقع ثاني والحديث ثاني وصدمنا. إيصال رسائل مختلفة ومعالجة لقضايا يومية هو ما تهدف إليه القنوات الخاصة والرسمية في موسم رمضان، حيث يرى البعض أن هذه القنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج تواجه معوقات وصعوبات كثيرة تمثلت في البيئة الإنتاجية وغياب الكوادر الفنية وانقسامهم ما بين مؤيد للشرعية ومتماشيا مع واقع الحال في مناطق سيطرة الميليشيات. مع كل ما تمر به البلاد من حالة حرب وترد على مختلف الأوضاع، إلا أن قنوات التلفزة حرصت على الإنتاج والعمل لمواكبة المناسبة، وهو ما قد يختلف عليه البعض في التقييم ما بين عمل وآخر، لكن الجميع يتفق ربما حول فكرة مفادها أن الإنتاج التلفزيوني في وضع كهذا يمثل تحديا استطاعت معظم القنوات تجاوزه. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.